يستعد التونسيون للادلاء باصواتهم في الانتخابات الرئاسيه والمقرر اجراؤها غدا ياتي ذلك فيما تتواصل عمليه الاقتراع بالخارج التي بدات في الرابع من اكتوبر وتنتهي في السادس من نفس الشهر تزامنا مع موعد الانتخابات بالداخل تونس على موعد مع الاختيار والتاريخ لحظات فارقة وحاسمة يعيشها التونسيون لتحديد مصير وطن بأكمله بعد أن عمت مرحلة الصمت الانتخابي أرجاء تونس قبل يوم من بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسية يصوت فيها أكثر من تسعة ملايين شخص ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار واحد من المرشحين الثلاثة وهم بجانب قيس سعيد العياش زمال وزهر المغزاوي يأتي ذلك فيما تتواصل عملية الاقتراع بالخارج التي بدأت في الرابع من أكتوبر وتنتهي في السادس من ذات الشهر تزامنا مع موعد الانتخابات بالداخل وينتظر الرئيس التونسي ملفات عاجلة وساخنة تتمحور حول التحديات الاقتصادية والتي من بينها أزمات ارتفاع الأسعار والبطالة بالإضافة إلى الديون التي تزيد عن 9 مليارات دولار لمؤسسات دولية واستتعثر المفاوضات بشأن حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي وتعد هذه الانتخابات الثالثة منذ عام 2011 والاولى في ظل دستور 2022 الذي اقره الناخبون في استفتاء بصفته المعيار القانوني الاعلى في البلاد، ومن المرجح ان تعلن الهيئه عن النتائج الاوليه للتصويت في التاسع من اكتوبر الجاري، هي اذا انتخابات ستحدد بالتاكيد طبيعه الفتره المقبله التي ستشهدها تونس وترسم ملامح العلاقات الخارجيه لتلك الدوله الافريقيه.